النهضة السنوية، احتفال الشكر السنوي، المهرجان الثاني للأطفال بالكنيسة المسيحية العربية بهيوستن. مساء الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر الساعة 7:30 مساء. صباح الأحد 24 نوفمبر الساعة 11 صباحا. القس عادل رمسيس متكلما والأخ مخلص سعيد مرنما. ترجمة فورية للإنجليزية. الدعوة عامة ومجانية للجميع. عنوان الكنيسة 14400 Northwest Freeway Houston, Texas 77040. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال براعي الكنيسة القس منير سليمان 281-605-0038 أو الاتصال بالأخ سليمان النمري 281-773-8696.